وقاعدين في الاول كنا قاعدين جوا وجيت قايم مروح وقفت على الباب، وبعد ما وقفت على الباب قلت له بدك حاجه؟ قال لا بديش ولا حاجه، بدي سلامتك الصبح بشوفك. وجيت ماشي فش عنده 500 700 متر مشيت الا والعيله كلها بتستشهد. انمحت من السجل المدني ما ضلش غير ولدين سليمان وخليل. كانوا في تل السلطان عندنا سايب ابنه خليل. وعنده ولد اسمه عبد الله عريس له يومين 48 ساعه ما لهش. هاي ابو العروسه تو اجى يلم في عزالها. وشوف الموقف هذا اللي احنا فيه والحالات اللي احنا فيها هذا اللي بصير، وقالوا لنا رفح آمنة رفح آمنة، ربنا هو الحافظ في كل مكان. ومش حنطلع من رفح، بدنا نموت في بلادنا هنا، وين نروح؟ ملناش دورنا في خانون صراحت، دورنا على صلاح الدين راحت، وما أماكننا ورزقنا وحالنا ومالنا كله راح، كل مصدر رزقنا راح تدمر. هاي عربية بنترزق عليها أنا وياه راحت تدمرت، وهو قاعد في دار المسرح هو السجل من السجل المدني المسرح هو 16 نفر، عيلته وابنه عريس له 48 ساعة. طب إيش نعمل إحنا؟ وين نروح؟ إحنا بنقول يا رب وبس، حسبنا الله ونعم الوكيل.